اعلنت المرة الجاية حلايب، يعني برضو دي واضح ان انت مستهدف رسائل ايضا وطنية وسياسية. حقيقة دي يعني في حلايب شمال بالذات سينا وحلايب، دول شمال سينا الرسالتين. رايحين. احنا بنقول ان احنا ما بنخافش، احنا بنحارب الارهاب. الناس دي مش ذنبها ان تم اهمالها كل ده، ولكن الدولة ورثة خالد 60 سنة، مش ممكن تشيل لوحده، ولا رئيس يشيل لوحده، ولا حكومة. مجتمع مدني لازم يساهم، وده واجب ما فيهوش، يعني انا دايما بقول حتى ما استحقش الشكر عليه. حلايب برضو رسالة كنا نازلين، يعني ما كانتش حلايب، ولكن قررنا ان احنا ننزل حلايب نظرا لتطور الظروف. و انه اعلان السودان مش عارف انها هتعمل ايه وكده، ولا بالظبط يعني يعني علشان فكرة حلايب حلايب وشلاتين مصرية، والناس. وكل الناس عارفة ان حلايب مصرية، وكل التاريخ والجغرافيا وكله بيقول حلايب مصرية، فمش عايزين نجادل في الموضوع ده. بنروح برسالة، بنروح برضو بالحمد لله ان احنا ممكن يبقى في ناس هناك ربنا اراد ان هم نبص لهم، وممكن ان شاء الله نعمل حاجة كويسة ليهم باذن الله. اخترت قرية معينة في، لا بندرس، بس في خلال الاسبوع ده هنقول فين في حلايب بالظبط. بس طبعا اهل حلايب كلهم احتياجات بصراحة، يعني في ان ناس شاء الله كتيرة. اكيد اكيد مصر فيها 5000 قرية، ممكن عشان بس نقدر نقول ان احنا عايزين نبني بلدنا. 5000 قرية محتاجة. محتاجة 5000 قرية محتاجة.